تستمر مهمة الوفد الحكومي المكلف بزيارة محافظتي مأرب والجوف، مهمة أخذت على عاتقها تقييم واقع ما بعد الحرب وتلمس احتياجات ومتطلبات المحافظتين. في مركز الجوف تحديدا، تفقد الوزراء أهم المواقع التي حملت آثار دمار جراء الحرب، وكان لابد من التخطيط للمرحلة المقبلة، ولهذا اجتمعوا مع قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية السادسة لبحث المتطلبات العاجلة في هذه الفترة، ومنها إعادة الأوضاع إلى حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية وإدخال المعونات والمساعدات لإغاثة الأهالي وتخفيف معاناتهم فضلا عن إجلاء الجرحى. تزامنت الزيارة مع مواجهات عنيفة تشهدها منطقة العقبة أسفرت عن قتلى وجرحى وتقدم للمقاومة والجيش الوطني في أجزاء كبيرة من المنطقة. محافظ المحافظة حسين العج العواضي أشار إلى أن الجوف بلا ميزانية تشغيلية ولا مرتبات للموظفين، وهي بحاجة إلى إعادة إعمار وتأهيل المؤسسات والمكاتب الحكومية التي دمرتها ونهبتها الميليشيا. وأنتم تشاهدون الآن بدون ملبس ولا مسكن ولا مأوى، كل مسكنهم تدمر، كل مأواهم تدمر، وتلتحفهم الأرض، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. قيادة المنطقة العسكرية السادسة فاسترسلت في شرح معاناة أفراد الجيش الوطني ووضع الجبهات، وقال اللواء أمين الوائلي إن ما يشهده أفراد الجيش من معاناة لا يجب أن تستمر، وطالب السلطات والحكومة بتوفير احتياجات الجنود وما يلزمهم لاستكمال عملية تحرير المحافظة بالكامل. الوفد الحكومي أيضا زار مدينة براقش التاريخية ومعسكر اللواء 115 واطلع على حجم الضرر الذي تعرضت لها هذه المواقع، لعلها الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤولون حكوميون إلى الجوف، وهي زيارة الأهم في ظل ما تمر به المحافظة من مخاض للخلاص من الميليشيا وما خلفته من دمار.